خد الانفراد ده مني. الاعلام كله بيقول لك يعني بصراحه الجميل. عشان حتى الان الزمالك لم يصل الى اتفاق مع زيزو. طب انت يعني اولا نؤكد على انفرادنا ان الصفقه بتاعت زيزو مع نيوم مجمده. صفقه زيزو مع نيوم يا جماعه مجمده. صفقه زيزو مع نيوم مجمده ولا صحه بالمره لاي حاجه. وهسمعكم دلوقتي حواديت وحكايات، ولكن قبل ما اسمعكم الحواديت والحكايات تقدر تقول لي بخبرتك كده، اقول لك اللي انت عايزه، ممكن زيزو يمشي؟ زيزو هيكمل في الزمالك. زيزو مكمل في الزمالك على 100 مليون ولا اقل؟ لا اقل شويه. طيب يعني لما انا قلت كلاهما بيسلم التاني للجماهير كان كلامي صح؟ طبعا صحيح جدا. صح جدا. وخلي بالك الطرفين خايفين يعلنوا حتى الان، وعدم خروج البيان لان هم لسه حتى الان ما اتفقوش التفاوض على الامور الماليه. ولكن يعني بعد فشل صفقه بن شرقي مجلس الزمالك ما قدموش غير انه يدفع لزيزو اللي هو عايزه عشان يقعد، لانه مجلس الزمالك مش هيستحمل غضبه جمهور الزمالك مع عدم ضم بن شرقي ومع رحيل زيزو. فحته بقى نيوم والفلوس وال5 مليون دولار وال170 مليون في السنه والكلام ده كله هجس. من الاخر الطرفين بيلعبوا على بعض، زيزو ووالده ومجلس الزمالك، والقصه كلها في مفاوضات ماليه وهتخلص وزيزو هيكمل في الزمالك. حد في اللايف بيقول لي امنيه بتقول 90 مليون؟ لا اقل، حوالي 60 مليون مثلا. يعني يزيد له 10 مع 60 مليون اللي قالهم احمد سليمان. او قالهم الكابتن سيف زاهر على لسان احمد سليمان. ما هم ال 60 30 ممدوح عباس و30 المجلس. بس صافي. صافي الضرايب هو اللي هو اللي كانوا الاتفاق الاول كان 60 بالضرايب. دلوقتي هيبقى 60 من غير الضرايب. يعني 88 بالضرايب. ما هو ملوش علاقه بقى، هم يسددوا الضرايب. حضرتك ايه رايك في انتقال ميدو يعني في ظل عدم وجود بن شرقي؟ هل ممكن الزمالك يفكر في ميدو؟ يلعب في حمامات السباحه في الزمالك. ليه ما خس؟ يلعب في حمامات السباحة في الزمالك. يلعب ايه؟ ما في كرة مائية. الحمد لله انا ضميري سيء. لا 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 بلاش السوق ده، بلاش السوق. بص يا استاذ عبد الناصر خلينا واقعيين. المشكلة في الزمالك انه الجمهور والسوشيال ميديا ضاغط ضغطة جامدة على مجلس الإدارة للأمانة. دي حاجة، الحاجة التانية المهمة إنه مجلس الإدارة مع كامل احترامنا ليهم قامات محترمة كلهم، ولكن يعني مجلس هش جدا أمام السوشيال ميديا والجماهير، ما يقدرش ياخد موقف. خايف من الجمهور. فبالتالي بيتعامل بالشوكة والسكينة مع الجمهور. الأمور واضحة بالنسبة لك، اطلع صارح الناس. قول والله يا جماعة أنا بمر بأزمة مالية، أنا ما عنديش فلوس، أنا لسه هدفع فلوس عشان فك القيد. أنا بن شرقي كان عايز كذا وأنا مقدرتي كذا ما عرفتش أجيبه. أنا هنكمل بالفرقة اللي معايا وأحاول أدعم باتنين تلاتة لعيبة محليين على قد فلوسي وأمشي الدنيا لحد ما تيجي فلوس، ما أنا في النهاية برضه أنا مستاهل هعمل إيه؟ ما هم عملوا كل حاجة، لموا فلوس من رجال الأعمال ودفعوا، جابوا قرض من البنك ودفعوا. هيروحوا فين تاني؟ مش هيروحوا. الحاجة المهمة التالتة، مجلس الزمالك لازم يعني يتخلص من تسديد الفواتير الانتخابيه. الفواتير الانتخابيه بتخليك انك انت كل وكيل لاعبين لازم يجيب له ثلاث اربع لعيبه، زي ما احنا قلنا يوم في حاله الشمس، قناه الشمس، قلنا احد الوكلاء وذكرناه سامر عبد التواب جاب ثلاث لعيبه ما لعبوش ومشوا. طب جبتهم ليه؟ مش دي فلوس بتصرف سواء بقى بالمصري ولا بالاجنبي؟ انت مش عارف انت محتاج ايه، انت عايز تراضي الجمهور فبقاعد بتجيب في صفقات، بتجيب يعني الفترة الانتقالات اللي فاتت رحت جايب 11 صفقة، ال 11 صفقة منهم ثلاث أربع لعيبة اللي لعبوا، شحاتة وعبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي قبل الإصابة، الباقي كله ولا بيلعب ولا هيلعب ونصهم مشي أصلاً كده.
موتيابا جاي ما تعرفش اتجه ليه ومشي ليه؟ اصل كسب 200000 دولار، طب 200000 دولار كنت سددت بيهم الفلوس اللي عليه، ما هو ما لعبش ومشيته. ياسر حمد جه من فلسطين ما لعبش خالص، قاعد على الدكه ومشي. مهاب ياسر على مش عارف محمد عاطف على اصل انت مش هتجيب برضه عدد في الليمون وزياد كمال ده العقد الخرافي بتاعه. في النهاية أنت عايز تجيب كم من الصغار عشان خاطر تراضي الجمهور. تحس إن الواد كهربا إدى الزمالك الفلوس وتحاسبن فيها؟ لا بس خلي بالك، ما هو في النهاية إداها له بالمصري حتى، ما هو الزمالك ما استفادش بيه. أنت عارف لو إداله هو خد الزمالك باقي الفلوس ولا لسه؟ اللي إيه؟ خد باقي فلوس صاحبك كهربا ولا لسه؟ لا الزمالك ما كانش ليه باقي فلوس، الزمالك كان واخد شيك ببقية الفلوس. أيوه صرفه ولا لسه؟ لا صرفه خلاص، شايف كهربا ما عليهوش حاجه، ما الكهربا بيصيف في الساحل اهو ومروق حاله. دفع اللي عليه وراح لبنان. ما دفع اللي عليه، هيعمل ايه؟ القرشين اللي معاه بيتفسح بيه. انا حاسس ان هو اداهم الفلوس متحاسبين فيهم، فخانت يعني خانت اللي موجود وطارت. لا خلي بقى، ودي برضه غلطه من مجلس الزمالك. انت مجلس الزمالك وافق ليه انه ياخد الفلوس بالمصري منه؟ ما انت كنت تقدر تاخد الفلوس بالدولار. يا اخي عيب عليك، تقديرا لزياره الكابتن محمود الخطيب، برضه ناس محترمه. ايوه يعني كابتن محمود الخطيب ضحك عليهم بالزياره؟ لا يعني الراجل برضه ما ينفعش يزور النادي وما يبقاش فيه انتهاء للخلافات. طب لو انت عكست الموقف، لو لعب في الزمالك والاهلي ليه فلوس وحسين لبيب راح زار الكابتن الخطيب، الاهلي هيوافق ياخدهم بالمصر؟ الاهلي كان خدهم بالدولار بالفوايد. طيب. بس هو مجلس الزمالك عشان خاطر المحيطين حواليه كتير، وكل واحد يعني عامل نفسه ابو العريف، فالنصايح بقى كتير. لا ده ما تلعبش القمه، ده كرامه الزمالك، ده خد بقى الفلوس بالمصري وخلاص من كهربا. احنا لو قعدنا في المحكمه هنقعد لنا كام سنه، اصل مش عارف اعمل ايه. فكتر المشوره دي بتغرق اي حد. انت في النهايه مجلس منتخب، وانتوا بسم الله ما شاء الله عليكم كلكم قامات كبيره. لو انتوا مش عايزين تفكروا بتجيبوا ناس تفكر لكم، دي حاجه تانية. لو انت خايف تواجه الجمهور، دي حاجه تانية. مفيش مجلس بينجح وهو خايف يواجه الجمهور ويواجه السوشيال ميديا. خليك واضح وصريح مع الناس، اطلع اتكلم. السؤال المهم التاني هو المتحدث الرسمي بتاع الزمالك فين؟ مختفي ليه 10 ايام ما بيتكلمش ليه في القضايا؟ موضوع زيزو او موضوع بن شرقي او الصفقات او اول قصة دي كلها ما بيتكلمش ليه؟ والله مش عارف، ممكن يكون عنده الراجل ظروف او في اجازته السنويه. هذا يعني اجازته السنويه هو كان بيلعب مع الفرقه يعني، فواخد اجازه بيلعب. هو ليه اجازه سنويه الراجل اعلامي، فهو متحدث رسمي اكيد اجازته السنويه ممكن يكون مقضيها خارج مصر او داخل مصر، ولكن يعني ما عنديش اجابه. يعني انا صراحه اول مره اشوف متحدث رسمي بياخد اجازه سنويه. ده عادي يا اخي، حرام. هو انت تفكر الناس كلها زينا؟ لا انا ما عنديش مشكله انه ياخد اجازه، بس انت يا عم هو انت تفكر الناس كلها زينا بتشحت؟ لا مش قصدي والله. احنا لو معانا فلوس كنا صيفنا. انا قصدي ان يعني في فترات، يعني لو مرتبك 130000 جنيه مش كنت هتصيف؟ هصيف طبعا، بس في النهايه طب حق النادي فين وحق الجمهور فين؟ لا حاجه يسال فيها هو الراجل من حقه انه ياخد اجازه. ايوه ما انا بسالك والله، سؤال حق الجمهور فين؟ مش الجمهور المفروض يعرف المعلومه؟ طب قناه الزمالك فين؟ ما بتعلنش ليه؟ طالما لو المتحدث اجازه، هي لسه قناه الزمالك ما بتطلعش تتكلم ليه؟ هي قناه الزمالك لسه الناس ما بتتكلمش ليه؟ يوضح للجمهور هو بيعمل ايه؟ ما هو كان في بيان الساعه 10 كان في بيان الساعه 10 مستنينه وما طلعش. ما انا قلت لك ان هم انشغلوا كلهم في الفرح. اشكرك يا استاذ محمد، سجلت نفسنا يا خير منك لله. ان شاء الله اللي جاي خير. كان عايش على ان انا افرح. هات منتصر هيفرحك، هيقول لك ايه على 10 صفقات في الزمالك دلوقتي ويفرحك. منتصر خالع اصلا، قفل الموبايل. هات الشرقاوي، الشرقاوي بيحب الصفقات. لا الشرقاوي هيقعد يسد نفسنا يقول لك زيزو اصل من اصول الزمالك. ربنا يصلح لهم الحال، يعني محتاجين شويه هدوء وشويه تفكير بلاش عنتريه. هتلاقي الامور مش زي الفل في نادي الزمالك، ويعني عاده كبيرا كمكان، لان الكره المصريه ما تنفعش من غير الاهلي والزمالك. ويعني نتمنى ان الزمالك يرجع تاني ياخد مكانه المفضل المركز الثاني في الدوري، بدل ما هو ليه كام سنه بيه بياخد المركز الثالث، وده يعني ان شاء الله الزمالك السنه دي ياخد الدوري ودوري ابطال افريقيا. و هو بيلعب في دوري ابطال افريقيا.
دوري كونفدرالية افريقيا. الكونفدرالية كونفدرالية افريقيا. لا يرجع تاني ياخد وصيف الدوري عشان خاطر ان شاء الله هيرجع اقوى من مكان كفايه حقد. ان شاء الله باذن الله ربك يقدم اللي فيه الخير يا رب. ان شاء الله وان شاء الله بيراميدز يتغلب من المصري. يا رب ان شاء الله نشوف المصري والاسماعيلي في النهائي. طول حياتك بتشجع بيراميدز. لا انا بشجع لا مش بيراميدز والله خالص، انا عايزهم يتغلبوا بكره. انا بقول لك المصري والاسماعيلي في النهائي، اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ ماشي ماشي شكرا. طيب نروح قبل ما نروح لرمضان نسمع تسريب ابو زيزو. كل حاجه مقابل صحيح. انت بتطلع بره تحترف في غربه في بتاع في مش عارف ايه، وضعك الاجتماعي والاعلام هنا بتقل عشان بعيد عن الناس، بتقعد هنا بتاخد اقل وبتطحن وخد بالك والدنيا كلها ضغط عليك ولكن في نفس التوقيت انت مستفيد ايه؟ وضع اجتماع معين، انت مستفيد نجوميه اكتر، انت مش عارف ايه بتصيف، لكن ماديا انت بتقل. فكل حاجه كل حاجه مقابل حاجه، مش حاجه تاخد كل حاجه. احنا بنحسبها، انا ما اقدرش اقول لك انا دلوقتي هو اقول لك لا ما خلاص احنا هنمشي، لا ممكن يكون هم العرض بتاعهم في الوقت ده هو الاحسن. ايوه وبقاء زيزو احسن بعد ما نحسبها. اه هقعد، ايه المشكله؟ ايوه انت من كلامك متضايق من مجلس الاداره، انت شايف مجلس الاداره بينهيها بطريقه مش حلوه. محدش بيحب الزمالك غير جمهوره. صحيح. انا تعاملت مع 6 مجالس ادارات من 19 لغايه دلوقتي 6. اه. الست مجالس اداره شكل بعض، تحس انهم كلهم اخوات. طيب. بنفس التفكير، بنفس الطريقه، بنفس حاسس كله في الاخر خالص تستفيد من ورا النادي. صحيح. اللي عاوز شهره عشان هو معاه فلوس، فعاوز شهره عشان يتصيف ويتلمع وبتاع. واللي عاوز يشتغل عشان خاطر يكسب مكاسب ماديه وهي وكلام ورا الموضوع. يا لهوي ده ابو زيزو يا جماعه. حد على فكره نازل على كوره العربي وعلى 100 يوتيوبر و500 موقع، يعني مش منفرد بيه، ولكن انا مش مصدقه. راجل بيهاجم، قال لك طب اقسم بالله لو مرتضى منصور رئيس النادي ما كان قدر ينطق، والله العظيم ما كان قدر ينطق. بص شايف الكلام. طيب لازم كل حاجه مقابل. طيب. انت هتطلع بره تحترف في غربه في بتاع في مش عارف ايه، وضعك الاجتماعي والاعلام هنا بتقل عشان بعيد عن الناس، بتقعد هنا بتاخد اقل وبتطحن وخد بالك والدنيا كلها ضغط عليك. ولكن في نفس التوقيت انت مستفيد ايه؟ وضع اجتماعي معين، انت مستفيد نجوميه اكتر، انت مش عارف ايه بتصيف، لكن ماديا انت بتقل. فكل حاجه كل حاجه مقابل حاجه، مش حاجه تاخد كل حاجه. احنا بنحسبها، انا ما اقدرش اقول لك انا دلوقتي هو اقول لك لا ما خلاص احنا هنمشي، لا ممكن يكون هم العرض بتاعهم في الوقت ده هو الاحسن. ايوه وبقاء زيزو احسن بعد ما نحسبها. اه هقعد. بس ده بياكد انفرادي. لما انا قلت معلش قلت كلمه انفراد كتير انا بعتذر رغم ان انا بكرهها، بس عشان انا الوحيد اللي قلت لك ان الراجل بيدور على مصلحه ولده والفلوس. الناس طلعت تشتم واخد بالك انت؟ حتى الدم اللي طلع احمر في دم ابيض. تخيل انت الناس طلعت تشتم اهو، قال لك احنا بنحسبها لو فلوسهم اكتر نقعد، لكن لو جالنا عرض افضل هنمشي. يعني احنا ما بنحسب امورنا، بس يعني ده موضوع ان يوم مجمد وفي الهجايص وانا الوحيد اللي قلت لك مجمد وطلعت حتى غني لك بلدي طنطا، وكل اللي انت شايفه اوانطا، كل اللي انت شايفه ده اوانطا، وقعدنا نغني اوانطا. اسمع اللي جاي ده، لان ده يعني لا يمكن حد يقول كده. قال لك 6 مجالس وكله بيحب نفسه. طبعا الكلمه الصدق الوحيده اللي عجبتني، يعني هو اكيد صدق في كل حاجه انا ما بكذبوش، ولكن الكلمه اللي عجبتني ان الجمهور هو الجمهور الوحيد العاشق الذي يضحي. انت من كلامك متضايق من مجلس الاداره، انت شايف مجلس الاداره بينهيها بطريقه مش حلوه. محدش بيحب الزمالك غير جمهوره. صحيح. انا
تعاملت مع 6 مجالس اداره من 19 لغايه الوقت 6. الست مجالس اداره شكل بعض تحس انهم كلهم اخوات. بنفس التفكير بنفس الطريقه بنفس الحاسه كله في الاخر خالص بيستفيد من ورا النادي. اللي عاوز شهره عشان هو معاه فلوس فعاوز شهره عشان يتصير ويتلمع وبتاع، واللي عاوز يشتغل عشان خاطر يكسب مكاسب ماديه وهي وكلام من ورا الموضوع. يعني انا بصراحه يا جماعه يعني موضوع ان الناس تسجل ده موضوع مستفز وموضوع مش عاجبني، ولكن في النهايه دي كل واحد يخلي باله من كلامه. الواحد بيه دلوقتي يعني ده حتى الكابتن حسين لبيب النهارده نازل له تصريح، الله اعلم بمدى صحته، ولكن منتشر بشكل كبير وهو بيتكلم. اسمع معايا تصريح الكابتن حسين لبيب، حاجه غريبه يعني. الكم واحد اللي بيقول الصوت واطي حضرتك من عندك، الصوت زي الفل، وبلاش تلموا بعضيكم وتعملوا الحركات دي عشان ما اعمل لكمش حظر. الصوت زي الفل وكل حاجه زي الفل، وبلاش الحركات دي عشان ما اعمل لكمش حظر. واخد بالك؟ فالكابتن حسين لبيب يعني مش عارف، حتى الكابتن حسين من الصعب انه يرد على حد، يعني نادرا الواحد ساعات بيكلم وكتير ما بيردش. اسمع كده. كونفدرالية وكسبنا الكونفدرالية. هو الكونفدرالية كابتن دي بطولة يعتد بيها مع الأسامي اللي كانت موجودة بالمقارنة. هي دي سليم ومسليم والناس دي، هي دي فرقة يا كابتن. بطولة برضه، بطولة كونفدرالية يا كابتن. بطولة طبعا. بطولة طبعا. خلاص يا كابتن، أنتوا طالما عايزين النادي يبقى كده إحنا نعمل إيه؟ إحنا لما نسكت مش هنتكلم يا كابتن، خلاص طالما أنتوا عايزين النادي كده. خلاص قال لجمهور الزمالك يبلع اي حاجه ويسكت طالما انت عايز. يعني هيبلع ويسكت الجمهور الزمالك كله فوق دماغنا فوق. لا يا كابتن، لا هو الالتراس بس اللي حلوين يا كابتن. شكرا يا كابتن، خلاص يا كابتن الالتراس اللي حلوين يا كابتن، واحنا ولاد 60 في 70. يا كابتن فاضي كل الجمهور الزمالك فوق دماغنا. ولو كنت فوق دماغنا ما جاتش النتائج تبقى كده يا كابتن. بعد اذنك سيبوها يا كابتن افضل او سيبوها. ماشي يا كابتن، رجعوها للراجل اللي كان ظلمتوه وعمالين قضايا وتشيلوا اسمه. ولا جد سيدي حد خالص. لا هو مرتضى منصور هو اللي من اول يوم مش عارف ايه المشكله مع مرتضى منصور. هو مرتضى منصور المشكله عندكم، هو ترشح فصل مرتضى منصور. لو سمحت يبقى جد سيدي اي مخلوق. في هنا اقف عند حاجه، انا الكابتن حسين لبيب لما قال له مرتضى منصور جاب قال له طبعا 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 طبعا. مش هنعتمد على الصفقات اللي جايه هتبقى حلوه يا كابتن. الصفقات مفيش يا رب، بس قول يا رب الاول بس نفك القيد لو سمحت. لو سمحت الحاله الجامده جدا جدا وبنحاول بكل بواطينا بقوه. المستشار مرتضى منصور حل مشاكل 10 سنين ممدوح عباس كتير يعني. طبعا طبعا طبعا. طب المستشار مرتضى منصور حل مشاكل 10 سنين ممدوح عباس كتير يعني. طبعا طبعا طبعا. طب المستشار مرتضى منصور حل مشاكل 10 سنين ممدوح عباس كتير يعني. طبعا طبعا طبعا. طب حل 10 سنين والراجل جاب صفقات، ايه المشكله؟ بنحاول. طب ما احنا بنحاول برضه يا استاذ. يعني قصدي يعني الزمالك نفضل احنا نتاكد على حياتنا بسبب النتائج دي يا كابتن والاهلي بيحقق بطولات؟ اكيد لا اكيد لا، بس احنا مستنيين 8 شهور. حضرتك بتحاسبني على ايه يا اخي؟ يعني الراجل الاجنبي يا كابتن مش جايب، ما بيسفوا طلباته خلاص، ما يجيبوا اي حد من قطاع من اولاد النادي يكمل نهايه الموسم ونشوف مدرب اجنبي افضل من كده. واحنا مكتوب علينا السوبر الافريقي نخسرها يا كابتن، ونقول بطوله النسيان وكل بطوله النسيان يا كابتن. يا احنا بقى لنا 8 شهور حضرتك بتكلمني على انهي بطوله بس؟ انا ما دخلتش غير بطوله واحده اللي هي الكونفدراليه وكاس مصر والدوري يا كابتن. الدوري يبقى ده الدوري، وانا بستلم النادي وكان الدوري. انا كنت فين في الدوري يا فندم؟ حضرتك مستلمين من ماتش سموحه يا كابتن في الدور الاول من اول ماتش؟ لا يا فندم، شهر 10 ما كانش ماتش سموحه لما الناس قعدت عايز مراحل.
استاذ فاضل ولا احنا مستنيين مع اصول يا كابتن، وجبت الراجل اسمه جوميز قلت له نتائج تحسن بدايه الدور الثاني. نتائج اتحسنت ودخلنا في الكونفدراليه وكسبنا الكونفدراليه. هو الكونفدراليه يا كابتن دي بطوله يعتد بيها مع الاسامي اللي كانت موجوده بالمقارنه، هي دي يا سليم وابو سليم والناس دي، دي فرقه يا كابتن. بطوله كونفدراليه يا كابتن، بطوله طبعا، بطوله طبعا. خلاص يا كابتن انتوا طالما عايزين النادي يبقى كده، احنا نعمل ايه؟ احنا لما نسكت مش هنتكلم يا كابتن. خلاص طالما انتوا عايزين النادي كده، خلاص خلي جمهور الزمالك يبلع اي حاجه ويسكت. طالما انتوا عايزين ما يبلعش ولا يسكت، الجمهور الزمالك كله فوق دماغنا على طول. لا يا كابتن، لا هو الالتراس بس اللي حلوين يا كابتن. شكرا يا كابتن. خلاص يا كابتن الالتراس اللي حلوين يا كابتن، واحنا ولاد 60 في 70. اه يا كابتن، فاضي كل الجمهور الزمالك فوق دماغنا. ولو كنت فوق دماغنا ما كانش النتائج تبقى كده يا كابتن. بعد اذنك سيبوها يا كابتن افضل لو هتتعبوني. سيبوها ماشي يا كابتن، رجعوها للراجل اللي كان ظلمتوه وعمالين قضايا وتشيلوا اسمه. ولا جدا سيد حد خالص. لا هو مرتضى منصور هو اللي من اول يوم مش عارفين المشكله مع مرتضى منصور. هو مرتضى منصور المشكله عندكم، هو عندنا الشخص مرتضى منصور. لو سمحت يبقى جدا سيد اي مخلوق في ايده مش هنعتب. يعني تسريبات انا ضدها طبعا، لان اولا انا غير متاكد من صحتها، ثانيا لست مسؤول عن نشرها، مالي الدنيا. والموضوع بصراحة يعني زايد عن الحد، وانا قلت كثيرا ان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن التجسس، ولا تجسسوا، وده نوع من انواع التجسس وعدم الضمير. ولكن انا بستغرب يعني انتوا يعني برضه الكابتن حسين مش اول مكالمه تنزل يا عم، ما تردش على ارقام ما تعرفهاش انك صح ان هذا هو الكابتن حسين، لان في الذكاء الاصطناعي كل حاجه ممكن تحصل، او صح ان هذا ابو زيزو، حاجه يعني بصراحه فوق الاستفزاز بمراحل، فوق الاستفزاز بمراحل.